كيف زهرة مسجلة بالسجلات الرسمية إن ميتة؟ أزاد عمل هيك مشان ينقذ زهرة. مين أزاد؟ صديق إلي خلاهم يفكروا إنها ماتت مشان يبطلوا يلاحقوها. ملك، أول شيء أنا رح طالع هوية لزهرة بأسرع وقت، وبعد هيك رح ساوي كل اللي بيطلع بإيدي لتعيش الحياة اللي انحرمت منها من قبل. رح ترجع على المدرسة وتعيش بسعادة مثل الأولاد اللي بعمرها. ما بعتقد رح تقدر تقنع زهرة أنها تبعد عن جمال بهالسهولة. شو يعني؟ منسمح لها ترجع لجهنم اللي هنيك بس مشان تربي ابنها؟ وبعدين مثل ما انت عملتي بتجي واحدة تانية وبتصير ضرتها. ميرزا. شو ميرزا؟ ملك، من هلأ ورايح انا اللي رح اخذ كل القرارات اللي متعلقة بحياة زهرة. ميرزا وطي صوتك شوي، هلأ بيسمعوك الولاد. كل شي عملته كان مشان مصلحة بنتي، فهمت علي؟ واذا اضطريت بعملها كمان. أنا مستعدة ضحي بكل شيء مشان بنتي، وحتى بضحي بروحي كمان. الحمد لله انتهت هالحسرة، وبكرة رح نجتمع بحفيدنا. أمي، يمكن جمال ما يرتاح بغرفة علي فجهزت له غرفة أطفال خاصة. ماني مصدقة إمتى يجي وشم ريحته اللي مثل المسك.